شو تدري ليش جاي بجنيه؟ ليش؟ خلاص درس قبل ادش ان شاء الله. حاضر. اولا انت سواد ويحق عائلك علف. عدل اخذتك بالمسيار عشان استر عليك صج. هاي لازم تحمدي ربك باليوم 10 مرات انه ولد يوسف علف ماخذ بنت ما ادري مني. بحمد اول بشكر. ان شاء الله. الحين ابيك تمشينا داخل ان شاء الله. اختي فتول لسانها طويل. انزين. اتعلم اخوي. انزين. اتعلم عميد عائله علف. وعميد العائله اذا زعل علي انا اموت انتحر. لا 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 لا. ابيش تقولين كذب وبهتان. كذب وبهتان. واللي سمعتي هراء. هراء. ها؟ هراء. لانه الشرخ اللي بالعائله ما يبرع الا منك ومن شفتك. ان شاء الله ما يصير شرخ بعائلتكم بعائلتنا ولا بعائلتكم. ان شاء الله. ابيك حرفيا تقولي. حاضر. لا تبارج بالساعه اللي تزوجت. حاضر. والله هلا بولدك مجود انا بذبحه. انا بذبحه. لا لا انا ذبحه احنا شوف. ان شاء الله. يا انا يا مجود. حاضر يا انت. جبنالك البضاعة. جبنالك حكمه بكبرها. أبيك بكل صدق وأمانة يا جليلة الحياة تكلمين أختي وتقولين لها بالضبط اللي صار. ها؟ كل صدق وأمانة. لأن هذه أختي العزيزة وما عندي غيرها وما بيها تزعل علي. يلا تفضلي. فتون حبيبتي مجهود ولدي ما عنده سالفة. وبعدين هالخبر لا صار ولا شيء وإشاعة ضلعوها علينا. وبعدين مثل ما تدرين أنا أحب دواس وهو يحبني من زمان. أنا متى حبيت؟ لا 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 أقصد لا لا أقصد أنا أحبه وهو ما يحبني. هذا عدل. بس عيب قولي حق ولدك عيب يقول هالكلام لا يشوه سمعة أخوي. لا بقوله بقوله ما يشوه سمعته وما فعليش. بس يا فتون انا اللي عرفته ان الولد ولدها ما علينا منه. هو الولد قليل ادب مثل امه. لكن الولد ما قال شيء ما وصل الحكي حق احد ما قال لاحد. يعني العيال الفوا الحكي من عندهم. الله يهداك عيال. العيال منهم مو عيال ميسون. الحب يطلع على بذره ايش حالك تاخذين الحكي. اخذ الحكي الصج من راس القلب صار اللي بيدي. حسبي الله على ميسون اللي باشتنا طول عمرنا. حسبي الله عليها. دام الحين طخت شوي روحي حاجيها وحاولي تبوسي راسها عشان ترضى عليك. ولا ترى مسيار من باكر ماكو انقطع. لا لا ان شاء الله حبيبتي فتون. هذا راسك وهذا خشمك. تبي شيء مني بعد؟ لا سلامتك ما ابي شيء. تعالي. ما قلتي ليش فيها عيونك مزارقه؟ اي مو تسوي حلويات بالمطبخ. صب القفشه هاي من سر الخاتون. دهن حار سر الخاتون. صبت السر بر خاتون ولا بعينها. اي صدق كلام دواس سر الخاتون طب بعيني. حبيبتي تبي مني شيء بعد؟ انا بروح. ها بروح. ها دواس حياتي روحي روحي نطري من الوانيت الحين اي كان. حسبي الله عليك يا عوف. يا اخوي دواس انا شامه ريحه ادب واخلاق. ريحه ادب واخلاق. ادب يجوز بس اخلاق منين؟ حكيمه ما هي عوايدها شكلها هاديه ومؤدبه. بس انا خاب انا بسالك بس ريحه الادب شلون سمعتي هالايام تمشين وتشمشمين العالم خير؟ الحاسه السادسه قاعد تشتغل كل يوم عندي. انا لله. اي بس هدت المره الله هديها الهاديه الله يعني طخت ما يصير. لا 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 لا, لا. انا حاسه فيها شيء ما هي طبيعيه مو حكيمه الاوليه. لا لا لا, لا. يبا طخت المره عقب المسيار. شوف
شوف ابيك تروح حق جراح وشاهين وتقول لهم وتقدم السالفه. يلا روح. الله يهون. بهدك انا بهدك واياني اياك يا مجود ما تقول الحكي هذا. اياني اياك. زين 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 زين. قوة سلامة. هلا هلا ماجد. ها بشر في حفلة اليوم؟ هي حفلة انت. الشباب وينهم؟ موني طالعين مع عمي مانع. تبيني اقول لهم شيء؟ لا بس اذا يو قول لهم ماجد سأل عنكم ويبيكم ضروري. زين وانا ما تبيني معاهم؟ لا بس العيال بروحهم ابيهم. افا حاكيك لا يكون قاعد تشتغلون من وراي. لا يبا لا شغلة ولا شيء. ابيهم بسالفة خاصة. سالفة خاصة؟ كنت بتخطب عمتي فتون؟ انا اخذ فتون؟ ينيت انا ما عندي عقل؟ ايش تعراني انا؟ قول سالفة خاصة، قلت اكيد تخص عمتي فتون. ما تخص فتون، انت قول لهم وما عليك. حاضر، تأمر امر يا المعذب. ايه، تعدل معي وخليك خوش ولد. حاضر، تأمر امر، المهم لا تنسى كثر علينا الحفلات والانواط. الله كريم. فما الله. فمان الكريم. هالي خوين ما في مكان بالونيت، الونيت متروس. ما عليك منهم ذولا، سكبوا على بايج، انا ركبهم بالبادي وتقعد هني عندي بالكنديشن. ايش قلت؟ احنا نركب بالبادي؟ ايه تركبون بالبادي ورجلكم فوق رقبتكم. يلا يلا حتى اي 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 القار الله يخليك. الجهره يا اخوي 5 دنانير. 3 دنانير توكلنا على الله. فيكم دايخين؟ حضقتنا حضقتنا الشمس، ضحنا الجهاضة وضدينا واحنا قاعدين في البادي. وش اللي حادكم؟ حكم القوي على الضعيف. مانع الله يسامحه ركب عبرية وقطنا ورا. كان وصلكم البيت وبعدين وصل العبرية. اف والله فذاقة. قول حق واحد يتفاهم يسمع الحكي، مو مانع اللي مخه مقفل وما يسمع الا حق ضوحه. الصراحة اشكالكم؟ الضحك. للحين ما شفت شيء. يا مالك من الضحك علينا، دام مانع ورانا بتشبع ضحك علينا. المهم خلصنا الحين، ايش تبي مطفش علينا؟ في حفله جديده اليوم؟ لا سوق الحفلات نايم هاليومين على حظنا. عيل عيل ايش تبي؟ بغيت اقول لكم ان امي ما تزوجت دواس وانا كنت اكذب عليكم. كنت تكذب علينا؟ ليش؟ ظروف ظروف. ورجاء لا تسألوني شنو هذه الظروف. الشيء الوحيد اللي أبيكم تعرفونه إن دواس ما تزوج أمي. وتكفون تكفون وصلوا هذا الحكي حق فتون ضروري. إصرار مجود على نفي زواج أمه من دواس، وشكل حكيمه لما جاتنا البيت مطقوقة بعيونها يأكد لنا أن الخبر صج. إيه بس الولد يقول إنه كان يكذب علشان يبي يوظف دواس. وليش ما اعترف بهالحكي قبل لا يصير دواس عنده خبر؟ أي نو، أكيد دواس تهاوش وياه لما دروا هو مصدر الخبر. أنا أظن وأعوذ بالله من الظن إن دواس تهاوش مع حكيمو ولدها وهددهم إنهم يكذبون الخبر ولا يطلق. يعني تهجين صج دواس متزوج حكيمة؟ الله أعلم إنه متزوجها بالسر وما يبي مانع يدري. وإذا درى مانع إيش بيصير؟ وإيه إذا درى مانع بتصير بلاوي. يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. Thank you.
هو اخوي. هلا هلا. سم. مشكوره يا فتون. اقول فتون. هلا. انت منتي شايفه هالايام دواس لا يقعد معانا، لا يتقدم معانا، لا يشرب شاي معانا، ما اشوفه باليوم الا ساعه ولا نص ساعه، ايش فيه؟ والله ما ادري يا اخوي، انا بعد ملاحظه يا اخوي بس ما ادري، لكن انت اخو العود وابخص ليا اساله وين يروح ومن يجي. والله يا فتون شو اقول لك، انا خايف عليه وهالوقت يخوف. لا يا اخوي لا تخاف عليه، دواس ما ينخاف عليه، بعدين هو مو ياهل. ولو دواس طيب وعلى وجهه وعلى نياته، وانا خايف يقصون عليه. ايش بيقصون عليه يا حسره؟ بيبوقون فلوسه ولا بيوقعون على تشيكات بدون رصيد؟ وانت تعرفين اخوك وطيبته، باكر يعلمونا امور مهي بزينه ويدلونا على دروب الخراب. وش دعوه وما تعلم على الخراب؟ الا هو منبع الخراب. حاجيني. لا سلامتك اخوي. ان شاء الله. سلم لعيونك يا بعد عمري انت. شملون هو عندي اذا ما اسوي شغله تشعل ولا اسوي شغله حتى يا بعد عمري انت. خلاص بس هذه معي؟ اي ما ابغى شيء. بس شان باجي لي شمس صحن كذي وغنجتين اخلص ان شاء الله. انزين لا تنسى تشر الهدوم قبل لا تغيب الشمس. على امرك. زين ما تبيني بعد اخم الحوش واغسل الحمامات واغير شراشف مره واحده؟ وانت للحين ما غيرت الشراشف ولا خميت الصاله ولا شيء؟ مو افتكر انا عند صبي ابوش. بلا اشتغل صبي عند ابوش انا. دوسي ايش فيك عصبت الله يهداك توك مستانس؟ انا شو اللي مخسبقني غير دوسي؟ دوسي هنا كرفتني كراف. عصبت غصب علي. عصبت منك. لان خلاص انت ما دام انا قايم بالشغل معناها لازم استمر، معناها اوامر، لا يبالي شغل مزاجي لعلمك. وش في هذا ساعدتني بشغل البيت؟ والله لا ساعدتش الا بكيفي بمزاجي اساعدك، مو تخلين شغل البيت كله علي. دواس انت يوم تاخذني قلت لي بدللك وبعوضك على الحرمان اللي عمرك ما شفتيه. ايوه انا ما قصرت على كلامي، شقه وحاط لك، قاعد اخم لك الشقه معاك، قاعد اساعدك بشغل المطبخ، اغسل الهدوم، ايش تبين اكثر من كذي بعد؟ ابيك تشيلني على ايدينك وتسوي لي يدين لا تنكتل. ما فيني شد الشيل ولا شنشلتك. انزين ريح نفسك وريحني ويجيب لي خدامه. حلو، مو افتكر يوم كنت عند امك سته كانوا يخدمونك، انت ناسيه، ناسيه امك، ناسيه كراف اللي كنت تقرفينه بيت امك. انا مو بتشبدي الا بعض هالحريم، لي قالوا وش لك بالولد؟ الولد يعلل والشايب يدلل. شنو؟ يعني انا شايب؟ والله شوف وجهك بالمنظرة وانت تعرف. مشكورة وي منك اكثر وما قصرتي، هذا يزاي صار لي ساعة بالمطبخ قاعد اساعدك، لكن انت ويا الحريم انتوا كفو. ايش مسوين الشباب؟ انا مستعد اطارح 10 من شباب هالايام واكفتهم واقطهم قدامك. كلمه ثانيه قالت شاي. دوسي حبيبي ايش فيك زعلت؟ شو ما زعلت؟ كلمه ثانيه قاطبه علي شايب شايب، حكي انا ما احبه، يزعلني بشايب ما له قلب. انا قاعد ادلل عليك. لا 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 ما انت من صدقك انت، لا لا مو دلال هذا، انت قصدك كله بس تهينيني. ما عاش من يهينك، انا هين عمري ولا هينك، انا من اللي غيرك يا دوسي. اي كثر من الحكي. اي دوسي هذا الحكي اللي يرد الروح، هذا الحكي اللي انا ابي عمري. دوسي بوسي، قولي دوسي واخذي فلوسي. انا لا دللت عليك ولا تدلعت عليك، هذا مو معناته اني هينك، لا انا جرب اشوف معزتي ايش كثر عندك. لا انا اقول ما لها عاده لولا تهيني او شيء، تقصدك بس تعرفي مكانتك. إيه؟ ومعزتك عندي. إيه؟ الحين عرفت ما قلتي لي عمري؟ توك تدري الله يهداك. عمري ما
ايش طراني انا ما ادري ساعات ما نعرف صدقك من كذبك الله يطول لي عمرك. ما علينا الحين حبيبي، سويت لنا غدا؟ غدا؟ كلش لا تحكي الغدا، اعطيني سوق سيارتك. وش حقه؟ الحين اروح اجيب لك احسن غدا ويك. من وين؟ من مطعم كويتي فاتح لكن اكلاته 100% اكلات كويتيه، والله ان طباخهم احسن من طباخ امك. اي والله، واتفقت معاهم، اتفقت معهم احاسبهم بالشهر يبون غدانا عشان بالتلفون، لا تعب ولا طباخ ولا شيء. والله خوش شيء، احسن وانظف، وانا بعدين بصراحه ريحه الطباخ تضايقني بالشقه. الا ما قلت لي شو اسم هالمطعم؟ اسم المطعم ايه؟ اسم المطعم حكيم المسيار. اكلات كويتيه 100%. زين هذا وين صاير؟ وصاير هو بحولي وبند القار وافتكر بشرق. هو ايش فيك قاعد تعدد لي مناطق الديره كلها؟ هو وين مكانه بالضبط؟ هو الحقيقه منتشرين كل مناطق الكويت، بكل منطقه عندهم فرع. ايه انزل عيل، عطني رقمهم عشان لا بقيت شيء ولا شيات ادق عليهم. لا لا يا لول، ولا لا 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 ما ارضى. انا ترى انا تشوفيني انا احوس عندك بالمطبخ وقاعد اشتغل عنك من حبي لك، لكن انا حشر المره ما لها شغل تتصل مطاعم وتطلع. لا اي شيء تبيه تقولي لي انا اي بيتي من عيوني الثنتين. ويا بعد عمري عساني ما انحرم منك. والله اذا انحرمت مني ما حد ياكلها غيرك، عسى الله يطول بعمرك وان شاء الله من عمر امك على عمرك. يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. معجنات ما يبون؟ حاضر من عيوني، حاضر. كل يوم هالحزة؟ إن شاء الله إن شاء الله حاضر. لا لا لا، كل يوم غير، كل يوم غير. إن شاء الله بالكثير نص ساعة يكون الغداء زاهد. إيه بعد عمري، مع السلامة. كل شيء تعود عليه يعني سيح، صار يطلب كل شيء مني. إيه أكيد أكيد قايل حق رفيجة بذوقك طباخ زوجتي. هني هني، كبر اللقمة كبر اللقمة عشان أحس إنك فعلاً مستأنسة من الطبخة. ذمتك إيش رأيك بالطبخ؟ خوش طبخة، كنا طبخ بيت. أيوه طبخ بيت، يعني يطبخونه ببيوتهم ويبيعونه على الناس برا. شلون يطبخونه في بيوتهم؟ مو ذاك اليوم تقول انهم مطعم لهم افرع وايد؟ اي وهم عندهم افرع، اي بس الاختلاف شنو؟ انه الظاهر طبابيخهم حريم، حريم قبل العيايز اللي يحفون الاكل. اي مو هذا انا اللي اقول الله يهداك توني ايش فيك؟ عمري ليش معصبه؟ انا ما اخذت بالي، انا اسف. زين ليش ما قاعد تاكل؟ انا بس اشوف الاكل اللي انشبت. انا متعتي اللي شفتك انت تاكلي، كل ما كثرتي انا اشبع. اقول دواس، كم بتحاسبهم بالشهر؟ تراوالي لو نجيب طباخ ولا طباخه وايد رخص لنا. من احاسب؟ المطعم. اي مطعم هذا؟ هو المطعم هذا؟ اي اللي نجيب منهم اكل. اي لا لا، الحقيقه الطباخ يبي له عباله، يبي له معاش، اكله اكله معاش، ترى حالاته بالخضره. يبي له سكن، يبي له وش لنا بالطلايب؟ مطعم وخلصنا. مو وايد ارخص لك كذي؟ هو مو انا ارخص، انا عندي هذيلا ارخص وبفيدهم بعدين، يعني هو صاحبي وتو بادي بالمشروع، وبعدين بيني وبينك يعني بلاش، كنا بلاش يعني.
ألزم عليه يلا ياخذ، يعني ياخذ مرة وعشر مرات ما ياخذ. الحمد لله خلصت؟ يعني خالص من زمان انطرج. دام خلصت عيل شيل المائين وقسلهم. تعملين شيء ثاني عمري؟ أبيك تسوي لنا بيالتين شاي خلنا نعدل فيها راسنا. استكانت الشاي أنا بدفعها. إيش دعوة الله يهداك، إيش دعوة يا مانع؟ استكانت الشاي اليوم وباكر كله على حساب احتفالنا بعودتك للقهوة. تسكيني استكانة شاي بربع دينار ولا بمية فلس وتقعد تعايرني. أفا أفا يا مانع، هذا أنا رفيجك. رفيجي تعايرني على استكانة شاي؟ يا مانع أنا تغشمر وأنت خذتها صدق الله يهداك. وأنا ما أتحمل هالغشمرة. إحنا عيال علف، روسنا دايما فوق ولا نرضى بالإهانات. حقك علي. سامحني، سامحني يا مانع، أنا ما أرضى بإهانتك، ما أرضى. أجين إذا تبيني أسامحك علي حساب مال الأسبوع بالقهوة دفع. يا أبوك مال أسبوع ولا أسبوعين أدفعهم بس تعال اقعد وياي. مليت من قعدة القهوة. من الوقت اللي انت قطعت ريلك من القهوة، القهوة ما تسوى فلس. حتى انا والله يا عيد مليت من قعدة البيت. الا على طاري البيت، دواس وينه؟ ما شوفه القهوة. دواس حتى انا ما شوفه في البيت، يطلع الساعة 4 الفجر ولا يرجع الا وانا نايم انصاف اليول. اي وين يروح؟ يقول الله يسلمك يا عيد انه مأجر له سيارة صغيرة يوزع جرايد على الناس ومجلات، وانت تدري شغل الجرايد والمجلات وتوزيعها الساعة 4 الفجر. زي كم ياخذ على الشغلة هذه؟ والله يا عيد ما قال لي، لكن اللي شفته ولاحظته ان احواله زينة والدينار عنده صار فلس، قام يصرف وكب ومخابية دايما متروسة دنانير، اكيد معاشه زين. فتون 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 فتون. ها وش فيكم صاير؟ تعال تعال بسرعه، لبس عبات واشتعلي معنا. وين تودوني؟ بنوديك السوق وتمشين وتشوفين الناس ونشتري لك هديه. هديه؟ ايش هديته؟ انت تعالي معنا واحنا نفهمك ونقول لك. اقول ها اخاف ما نعي مبكر من القهوه ونروح فيها. ضح زين والله فضاقه. مانع صاد لفتره ما ضاح القهوه، يعني ما ضاح تكفي بالقهوه لا ساعه ولا ساعتين. تعالوا ايش فيكم تتساسرون؟ لا نتساسر ولا شيء، قاعدين نقول ان انت كاسفه خاطرنا، قاعده في البيت بروحك، قلنا ناخذك معنا السوق ونشتري لك هديه. احلى هديه حق احلى اخت. والبعبع مانع؟ لا تخافين، انا وصيت سلامه اذا رد مانع مبكر البيت يقعد يلهي لما رد. بس ما قلتوا لي عاد ايش هديته؟ اللي تامرين فيه، بس ما يزيد اكثر من 15 دينار. انتوا ايش رايكم تعطوني ال 15 دينار وبلا هالطلعه هذه؟ بش طش تقول انت اللي ضحتي معنا السوق وشفتي الناس واستانستي، بتقولين كل يوم طلعوني وما بفلوسكم. بس على شرط تودوني سوق الريايل مو سوق الحريم. يلا يلا لبسي عباتك بسرعه، التاكسي قاعد ينطر برا. زين بس لا تعيبوني. سبعه يا سندظله. ناداني ضحتين فتون بسرعه، لا ضحت السوق وشفت العالم واستانستي، بتنسين مانع واللي ابو مانع. شيلي شيلي البوشية وشوفي الناس. يا ما خاف أحد يشوفني على مانع يقوم يكافئني بعدين. اللي تمشون هني ما لهم علاقة مانع نهائيا، أتحداك أي واحد فيهم يعرف مانع. يعني أشيل البوشية؟ شيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت شحاط بويهيج؟ لك ياج حالي حال البنات. غطي ويهيج وايد أرحم. ليش كل البنات مصبغين ودهنون ويوهم حاطين مكياج؟ اصلا اذا شافوني البنات بيقلدون مكياج. البنات مو انتي. وليش انا مو بنت؟ امشوا زين، العالم قام طالعنا. يلا هذول اللي طالعوني معجبين مو شايفين وحده بجمالي. شوف 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 الغماءات وين. امشوا امشوا يا جماعه، العالم قام طالعنا مو ندري ان السالفه كذي، كان ما طلعناك كلش. يلا يلا امشوا امشوا بس شنقفك امشوا. شلون تشوف أفلامك ومسلسلاتك اللي تحبها؟
سينما، تلفزيون او من صاحبنا اللي يدعم الدواني. من اليوم ورايح الافلام راح تجيك لي عندك من هوليوود ومن الوطن العربي كله، وبلا نظرة هذا البرنامج برعايه ولا مسافر الدعايات، وهو حساب واحد ويشتغل على كل اجهزتك. وها تقدر تشغل الترجمه لا بغيت، تكتب رايك بالفيلم او حتى تشارك ربعك بالتواصل الاجتماعي اير بلاي، وانتهى الموضوع. يح ما اشتركت تالي. طال عينين شنو هذا بعد نمر؟ نمر ايه، هذا حق الولد ان شاء الله. اي ولد؟ اللي ماميش، اللي بنسميه ماميش. اذا ايه يقول كذي ايه. لا زواجنا بالسر، وين بني بالولد؟ انت الحين ما خليتي مكان ما دشينا فيه، ترى عزت وانا اشتري اغراض. ما شريت لي شيء. ما شفتيهم؟ منو هذيلك؟ اللي مروا. زين شو يسوون؟ اخواني ما اختفتون. زين شو يسوون؟ شو يسوون؟ يتمشون حالهم حالنا بعد. بعد يشوفوننا يروحون يقولون حق اخوي مانع، يفكني منه يفضحني. تعال. تزوج من صدقك انتي؟ صدق ما عندي سالفة، هذي نصهم ما عندهم سالفة، ماخذين الشغلة هذي تضزقون من ليه؟ وعلي لولا الحاجة كان ما قعدت تطر قدام الناس. أي حاجة أي بطيخ زين، هذيل بيت النازل طلعون 70-80 دينار. 70-80 دينار بيوم واحد؟ وهذا قيض رمضان بالعشر أواخر بس يطلعون من 3000-2000 دينار. 3000-2000 دينار في شهر واحد؟ ها؟ شنو عزمت تشتغلين طرارة؟ ويه بسم الله علي، شالله حادني على الطرارة، الله يخلي مانع ودواس مو مخليني معتازة. علينا هالحكي، مانع ودواس مو مخليش تحتاجين؟ شاينه؟ عيب مو قدام الناس نطلع خمالنا، الناس قاعد يطالعونا، اللي رحنا البيت نحش في اخواننا. عيال يلا بسرعة نروح البيت علشان نحش على كيفنا، يلا. هاك تعتاز لهم. ايش في فتون هالايام تنام مبكر؟ ما ادري عمي، تقول راسها قام يعورها من شمس السطح. وش طلعها السطح؟ انا كل ما سألتك قلت لي بالسطح، شو تسوي بالسطح؟ اوه عمي، فوق بالسطح براد ونفاهة احسن من هني. السطح أبرد من هني، السطح ما في إلا الشموس واللواهيب. عمي في الجغرافيا يقولون كلما ارتفعت عن سطح الأرض كلما قلت درجة الحرارة. سلامة. هعود يعني قاعدة السطح أحسن من الحوش؟ بوايد عمي، فوق المكان اللي تقعد فيه عمتي فتون كأنك قاعد على عرزالة. والله يا سلامة شوقتني، ودي أروح أركب فوق وأشوف القاعدة أنفه فوق ولا تحت. شنو؟ متى؟ ليش؟ الحين؟ هي الحين؟ مو انت تقول قاعدة السطح أحلى من قاعدة الحوش؟ بالنهار مو بالليل. بالنهار ما كل شموس واللواهيب. هو تدي متى حالاته؟ حالاته كذي بالليل متأخر لما الشمس تطلع والقمر ينزل. انت تعرفني، أنا أنام بالليل مبكر، الحين بروح أجرب ما دام ما عندي أحد يمكن
تطلع القعدة أحسن من الحوش. عمي اقعد شوي بس، خلني أرتب لك المكان، عطني بس 10 دقائق. 10 دقائق ايش حق المكان مو جاهز؟ لا مو جاهز. وليش مو جاهز؟ يعني يبي له ترتيب تنظيف. أنا هالسطح وقعدة هالسطح اللي تمدحونها الليل والنهار بطلع أشوف. عمي تكفى أنطر شوي. شنطر ايش حق أنطر؟ أنطر بس خلني أرتب لك المكان أضبطك. أنا بطلع فوق وإذا شفت القعدة جازت لي وهو السطح أحسن من هو الحوش، ذيك الساعة رتب المكان وسنعة على كيفك، فهمت؟ رحلة فيها. شيشة بعد ببيتي؟ أنا اللي يشرب سيجارة ببيتي يقطع لبراطمة، هالمرة شيشة؟ لا توا خالص منها. أوريه أنا أقول كل ما سألته وين تروح فوق؟ شو تسوي فوق؟ قال أخم السطح، أخمه، أنظفه، وأنا على نيتي أقول له بارك الله فيك، أثاري علشان الشيشة. ومسوي الأذلال بعد. سلامة سلامة يا ذنب الأجرب.